بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. درسنا اليوم موجه إلى طلاب الصف الأول ثانوي المادة رياضيات الفصل الدراسي الثاني. عنوان درسنا لهذا اليوم المستطيل الجزء الأول. يقول لي هنا إذا كان لديك متوازي أضلاع زائدا تكون زوايا قائمة إذن راح نحصل على المستطيل. إذا كان عندي متوازي أضلاع مع زوايا قائمة إذن الناتج عندي راح يكون الشكل مستطيل. يقول لي هنا استعمال خصائص المستطيل. قطراء المستطيل إذا كان متوازي الأضلاع مستطيلا فإن قطريه متطابقان. شوف المثال اللي أمامكم، عندي هنا A, B, C, D مستطيل، هذا الشكل اللي أمامكم مستطيل. إذا راح نحصل على خاصية جدا مهمة أن الأقطار متطابقة، القطر من A إلى C يطابق من B إلى D. إذا هذه خاصية جدا مهمة اللي هي مين؟ تطابق القطران إذا كان الشكل عندي مستطيلا. شوفوا معايا خصائص المستطيل. أول خاصية عندي الزوايا الأربع قائمة، هذه أربع زوايا تكون قائمة، هذه أول خاصية عندي. الخاصية الثانية القطران متطابقان. الخاصية اللي بعدها القطران تنصف كل منها الآخر، القطران ينصف كل منهما الآخر، كل زاويتين متحالفتين متكاملتين. أي زاويتين متحالفة تشكل قياس يساوي 180 درجة متكاملة. بعد كذا كل ضلعين، هذه مثلا ضلعين متقابلة يكون فيها شرطين، الشرط الأول تطابق والشرط الثاني توازي. إذا كل ضلعين متقابلين يجب أن يتحقق فيهم تطابق ويتحقق فيهم توازي. آخر خاصية عندي أن كل زاويتين متقابلة تكون متطابقة. إذا نحن عرفنا أن هذه جميعا من خواص المتوازي الأضلاع وأضفنا إليها خاصية من خواص المستطيل. إذا هي نفس خواص متوازي الأضلاع بالإضافة إلى اللي قلناه اليوم. ممتاز. نشوف مع بعض أول مثال عندي على استعمال خصائص المستطيل. مثال حديقة مستطيلة الشكل تحتوي ممران، هذا الممر الأول وهذا عندي الممر الثاني. إذا عندي حديقة مستطيلة الشكل تحتوي ممران كما في الشكل المجاور. أوجد المطلوب التالي، يبغى في R، هذا من B إلى R، يبغى طول من B إلى R. أعطاني معطى، المعطى الثانية TS، طول من G إلى S، وقال لي طولها تساوي 120. أوجد BR. طيب من خصائص المستطيل عرفت أن القطران ينصف كل منهما الآخر، إذا الجزء الآخر من S إلى T قلنا 120، إذا الجزء الآخر من T إلى Q أيضا راح يكون قياسه ب 120. السبب أنه أنا عارف أن القطران تنصف كل منها الآخر، إذا راح يكون الجزء الآخر يساوي 120. ممتاز. طيب لو أبغى أجمع القطعتين مع بعض، أبغى أجمع القطعتين مع بعض من S إلى T زائدا من T إلى Q، راح أحصل على القطعة بالكامل من Q إلى S. أحصل على القطعة بالكامل من Q إلى S. إيش يساوي الجزء الأول المعطى T إلى S واللي أنا استنتجته T Q. طيب عرض كل واحدة قيمتها، الأولى ب 120 زائدا الثانية ب 120، إذا راح يكون مجموع طول القطعة بالكامل من S إلى Q يساوي 240. ممتاز. إذا حصلنا إنه طول القطر من S إلى Q
يساوي 140. طيب المستطيل عندي نظرية توي قلتها الآن، قلت إن القطران متطابقان، المستطيل القطران متطابقان، يعني من V إلى R تطابق من Q إلى S. ومن تعريف التطابق تكون القطعتان متساوية، في R يساوي SQ. الآن عوض بقيمة SQ، SQ قيمتها في 240، إذا نشيل SQ ونحط قيمتها في R تساوي 240. إذا قدرنا الآن نجد المطلوب في السؤال عندي اللي هو طول في R. نشوف مع بعض تدريب جديد. حديقة مستطيلة الشكل تحتوي على ممران كما في الشكل المجاور، هذا الممر الأول، هذا الممر الثاني. أوجد المطلوب التالي، أعطاني قياس، مقياس الزاوية نحددها مع بعض في R S، في R S ب64. فأوجد مقياس الزاوية S Q R. يبقى يوجد مقياس الزاوية في R S Q R في R S عندي 64. هنوجد الآن S Q R. أول خطوة عندي يا شباب، راح نعرف أن مقياس الزاوية P R Q، بي ار كيو اللي هي الجزء الاخر من المعطى اللي عندي، المعطى اللي عندي انا مين؟ بي ار اس، فبالمعطى الاخر بي ار كيو كم راح تساوي؟ راح تساوي 26. ليه؟ لان الزاويه اساسا هي زاويه قائمه، اذا 90 من 64 اذا حيعطيني ب 26، اذا هذه الزاويه اوجدناها ب 26 درجه. ممتاز. طيب المستطيل عندي القطران عنده متطابقان وينصف كل منهما الآخر، إذا TQ راح تساوي TR. الآن زوايا المثلث يا شباب المتطابقة الضلعين المتناظرة تكون متطابقة، إذا مقياس الزاوية PRQ يساوي مقياس الزاوية SQR. إذا راح نقول ان مقياس الزاويه SQR راح يساوي 26 درجه، اذا راح يساوي القياس ب 26 درجه. ممتاز. نروح الان استعمال خصائص المستطيل والجبر، راح نتكلم الان على استعمال خصائص المستطيل والجبر. يقول لي هنا مثال الشكل الرباعي، هذا الشكل أمامكم شكل رباعي J K L M، وقال لي إن هذا الشكل الرباعي مستطيل إذا كان من M إلى K تساوي 5Y زائد 1، من J إلى B تساوي 3Y ناقص 5، فبنوجد قيمة مين؟ بنوجد قيمة Y. طبعا احنا عارفين يا شباب ان نظريه قطران المستطيل ان القطران متطابقان، ان القطران متطابقان، يعني من M الى K تطابق من J الى L، هذه القطران متطابقان. ومن تعريف التطابق راح يكون من J الى L تساوي MK. الى الان نحن ماشي. طيب من J إلى L هي عبارة عن جزئين، الجزء الأول J P زائدا في L هي عبارة عن جزئين، J L هي عبارة عن جزئين، من J إلى B زائدا من B إلى L، وهذا من مسلم جمع القطع المستقيمة. الآن عوض كل وحدة قيمتها. ممتاز. MK قيمتها كم؟ بخمسة واي زائد واحد، إذا عوضنا مكان MK خمسة واي زائد واحد. طيب
جي بي كم قيمتها؟ 3 واي ناقص 5 تجي عندي قيمة مين؟ بي ال. ليش قلت أنا بي ال تساوي 3 واي ناقص 5 أيضا؟ لأن القطران ينصف كلا منهما الآخر، إذا قياس من جي إلى بي هو نفسه من بي إلى ال، عشان كذا عوضت عنه ب 3 واي ناقص 5. الآن نبسط هذا الكلام بجمع الواي مع بعض، 3 واي مع 3 واي راح يعطيني ب 6 واي، سالب 5 مع سالب 5 راح يعطيني بسالب 10، الطرف الثاني 5 واي زائدا الواحد. طيب ممتاز، الآن الخطوة الأولى لطرح الطرفين من كم؟ من 5 واي، إذا نطرح الطرفين من 5 واي، 5 واي بالسالب مع 6 واي حيعطيني واي واحدة، وسالب 10 زي ما هي، و5 واي مع سالب 5 واي بتروح يبقى الواحد. الخطوة اللي بعدها لازم أتخلص من مين؟ من سالب 10، إذا بإضافة موجب 10 إلى الطرفين. موجب 10 مع سالب 10 بتروح يبقى الواي، وواحد زائد 10 بيعطيني ب 11، إذا وجدت أن قيمة واي تساوي 11. نروح الآن إلى تدريب جديد. مستعينا بالمستطيل اللي أمامكم اللي هو دي اي اف جي، عندك مقياس الزاوية، شو محدد لك اياها الآن، مقياس الزاوية دي اف جي، هذه دي اف الى جي، هذه الزاوية قياسها 2 اكس زائد 12، والزاوية الأخرى اللي هي اي اف جي 2 اكس ناقصا 3. طيب انا لازم اعرف مقياس الزاويه اف كامل تساوي كم؟ تساوي 90 درجه. اذا مجموع القطعتين اللي عندي هنا اللي هي دي اف جي زائد اي اف دي لازم يكون يساوي 90 درجه. اذا نعوض الان تعويض مباشر. حنقول الزاويتين مجموعهم يساوي 90 درجة، إذا الآن نعوض كل واحدة قيمتها، 2x ناقص 3 زائد x زائد 12 تساوي 90 درجة، تساوي 90 درجة. الآن نجمع x مع بعض ونجمع الأعداد مع بعض للتبسيط. 2x مع x راح يعطيني ب 3x، سالب 3 زائد 12 راح يعطيني بكم؟ ب 9 تساوي 90. الخطوة اللي بعدها بطرح سالب 9 للطرفين حيبقى عندي 3x تساوي 81. آخر شيء عندي راح نقسم الطرفين على كم؟ على 3 في الأول وعلى 3 في الطرف الثاني. إذا نجد أن قيمة x تساوي 27. إذا قيمة x عندي تساوي 27. ممتاز. نروح الآن إلى فكرة جديدة في هذا الدرس، تتكلم عن إثبات علاقات في المستطيل. إثبات علاقات في المستطيل. يقول لي هنا إذا كان قطران متوازي أضلاع متطابقين فإنه مستطيل. إذا كان قطران متوازي أضلاع متطابقين فإنه مستطيل. شوف الشكل اللي أمامي الآن. عندك الآن W X Y Z متوازي أضلاع، توازي أضلاع. W Y تطابق X Z. إذا الشكل العام اللي عندي راح يكون مستطيل. إذا الشكل راح يكون مستطيل. نشوف الآن سؤال. يقول لي هل المنطقة في الصورة المجاورة مستطيلة أو لا؟ نبغى نوضح إجابتنا. شوف أول ملاحظة عندك، لو تلاحظ أن الأضلاع المتقابلة متطابقة، الأول ب 36 إنش مقابل له 36 إنش.
الضلع الآخر 80 إنش المقابل له أيضا 80 إنش. ممتاز. إذا وصلنا لمعلومة أن الأضلاع المتقابلة متطابقة، إذا المنطقة راح تكون متوازي أضلاع. طب نكمل في ملاحظة ثانية أنا لاحظها، بما أن متوازي الأضلاع اللي أمامي وعندي إحدى زوايا قائمة، هذه شايفينها إحدى زوايا قائمة، إذا راح يكون الزوايا الباقية زوايا إيه؟ زوايا قائمة. راح تكون الزوايا الباقية زوايا قائمة، إذا المنطقة هي مستطيلة الشكل. عند الكلام بشكل سريع نلاحظ أن الأضلاع المتقابلة متطابقة، إذا المنطقة متوازية أضلاع. لكن بما أن عندي زاوية قائمة واحدة، إذا جميع الزوايا الباقية راح تكون زوايا قائمة، إذا المنطقة مستطيلة الشكل. تدري نشوف الآن سؤال، يشد بعض الخياطين القماش الذين يطرزون عليه رسوما جميلة فوق أطر خشبية فيسهل عملهم، مما يتيح لهم التطريز بدقة كبيرة. وضح كيف يمكن للخياط التأكد من أن الإطار مستطيل. إذا كان قال لك من بي إلى دي، يعني القطر الأول بسبعة وثلاثين، وأيضا القطر الثاني من A إلى C بسبعة وثلاثين، يعني المعلومات اللي قدامي أن الأضلاع المتقابلة من A إلى B ب12، من D إلى C ب12، أيضا الأضلاع الأخرى من A إلى D ب35، ومن B إلى C ب35، والأقطار كل وحدة منهم ب37. ممتاز. كيف راح نحدد؟ الأضلاع المتقابلة عندي متطابقة، الأضلاع المتقابلة متطابقة A إلى B ب12 وD إلى C ب12، إذا AB يطابق DC، كل وحدة منهم ب12. من A إلى D ب35 يقابل مين؟ يقابل BC، وأيضا قياس BC ب35، إذا عندي ضلعين متقابلة متطابقة، إذا الشكل راح يكون متوازي أضلاع. طب في ملاحظة عندي مهمة أيضا، قياس من A إلى C يطابق من BD، كل واحدة منهم ب37، إذا راح يكون الشكل مستطيل. ليه؟ لأنه متوازي أضلاع بقطران متطابقة، لأنه متوازي أضلاع بقطران متطابقة. ناخذ تدريب من خصائص المستطيل. زوايا يجب أن تكون جميعها قائمة، قطراء متطابقة وينصف كل منها الآخر، وأخيرا أضلاعه المتقابلة تكون متطابقة ومتوازية. إذا هذه هي خصائص المستطيل. نشوف الآن السؤال اللي أمامي، الشكل المجاور يبين بوابة مخزن، مخزن إيه؟ مخزن حبوب مستطيلة الشكل، فيها الدعارتين المتقاطعان تقويان دفة البوابة وتحفظانها من الالتواء مع مرور الزمن. إذا كان مقياس الزاوية PTQ تساوي 66، وعندنا قياس من S إلى T، من S إلى T يساوي 4، وقياس من P إلى S تساوي 7، فأوجد QR. QR كيف راح نوجد قياس QR؟ أنا عندي قياس من P إلى S وهي ب7، إذا المقابل لها من Q إلى R أيضا راح يكون قياسه ب7، إذا الإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم 1، إذا الإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم 1. نشوف المطلوب الثاني، نفس السؤال لكن يبغى يوجد مين؟ SQ،
من S إلى Q. القطر هذا يبقى يوجد قياسه. أنا عندي من S إلى T بأربعة. طيب من T إلى Q كم؟ أيضا راح تكون بأربعة لأن القطران ينصف كل منها الآخر. طيب أربعة زائدا أربعة راح يكون بكم؟ راح تكون بثمانية. أربعة من S إلى T بأربعة، من T إلى Q بأربعة. إذا القطعة بالكامل من S إلى Q راح تكون بثمانية. إذن الإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم ثلاثة، ثمانية. نروح لآخر السؤال. يبغى يوجد مقياس الزاوية TQR. TQR. طيب TQR هي منتصف أو نصف الزاوية PTQ اللي هي 66. إذا راح يكون قياسها ب33 درجة. إذا راح يكون قياسها ب33 درجة. ممتاز. نشوف الآن هذا السؤال. عندي هنا مستطيل دي إي اف جي. يقول لي هنا من اي الى جي باكس زائد 5، ومن اف الى دي 3x ناقص 7. اي معادله من المعادلات اللي قدامي اقدر اوجد فيها قيمه اكس؟ هل رقم 1، رقم 2، رقم 3؟ رقم 1 هذه لو كان عندي زاويتين متحالفه متكامله هستخدم 1. لو كان عندي مثلا زاوية F وعندي زاويتين مشتركة مع بعض هستخدم رقم 2. لكن هنا عندي قطران متطابقة، إذا راح أقول راح أستخدم رقم 3. إذا راح أستخدم رقم 3 لأني راح أساوي القطر الأول بالقطر الثاني وأوجد من خلالها مين؟ X. طيب نشوف السؤال اللي بعده. أيضا عندي هذا الشكل مستطيل مقياس الزاوية دي اف جي، هذه الزاوية اللي هنا باكس زائد 12 و اي اف جي. اي اف جي هذه اللي هنا باثنين اكس ناقصا ثلاثة. اي معادلة راح استخدم؟ هم يشتركون في زاوية واحدة، اذا يشتركون بزاوية قياسها 90 درجة. اذا راح نساويهم نقول يساوي 90 درجة اللي هي مقياس F. إذا الإجابة الصحيحة هي رقم 2. إجابة صحيحة رقم 2. ممتاز. إذا الآن ماذا تعلمنا في هذا الدرس؟ خصائص المستطيل أمامنا الآن 1، زواياها الأربع قوائم 2، القطران متطابقان 3، القطران ينصف كل منها الآخر، كل زاويتين متحالفتين متكاملتين، وعندي كمان أن كل ضلعين متقابلين متطابقين ومتوازيين، وأخيرا أن كل زاويتين متقابلة متطابقة. إذا هذه جميعها خصائص المستطيل، وهي خلاصة ما تعلمناه في الجزء الأول من درس المستطيل. أتمنى أن أكون وفقت في تقديم هذا الدرس وأكون قدمته بشكل بسيط. وإن شاء الله أشوفكم في دروس القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.